أول سؤال كان طرح عليك أستاذ بن عبو أستاذ نادية حميتي، واش خرجنا من الأزمة ديال ما من بعد الشتاء والأمطار اللي طاحت في بلادنا؟ سي بن عبو. شكرا جزيلا. بالطبع يعني لقينا بلغة الأرقام، احنا اليوم في حدود 32% كنسبة ديال السدود على المستوى الوطني. نعم. يعني كنتكلموا على السدود عندنا واحد 153 سد كبير على المستوى الوطني، اليوم وصل النسبة ديال الملء 32%، يعني في حدود واحد 5 مليار و180 مليون. نعم. ولكن قارناها مع السنة الماضية في نفس الوقت كنا في حوالي 35% كنسبة ديال السدود. نعم يعني الا قارناها هذه عام راه ناقصه. السنه الجفاف يعني نعم. نتكلموا على السنه الجفاف، السنه الماضيه الا قارنا مع السنه الماضيه يعني نسبه اقل. نعم. وبالتالي يعني ما نقدروش نقولوا اننا فوتنا هذه المرحله ديال الازمه ديال الجفاف او الازمه ديال الماء، يعني احنا لازلنا حدود 32% هي نسبه من السدود، على اساس ان الامطار اللي عرفتها المملكه عرفتها في واحد المناطق اللي هي جد محدوده، يعني هذه العاصفه اللي شملت المغرب عاصفه نيلسون او المحافظات الرقبه اللي شملت المملكه انطلاقا من يوم الخميس الماضي الى حدود يوم الاحد، كانت عامه على مستوى الحوض ديال لوكوس، حوض ديال سابو، شويه ديال حوض ام يعني ام ربيع، وواحد شويه ديال حوض ابي القراق، يعني بعض الاحواض المائيه اللي استفدت بصفه مباشره، وبعض الاحواض اللي استفدت نسبيا بحال الحوض ملويه بحال الحوض ام ربيع. اللي كنتكلموا على الاحواض كنتكلموا على المناطق اللي هي متضرره من ناحيه الاجهاد المائي. يعني كنتكلموا على الطريق بتاع الكبرى، كنتكلموا على احنا غنوصلوا. نعم احنا غنوصلوا لهذه النقطه. اذا الجواب هو انه احنا مازال ما خرجناش من الازمه ديما اللي كتعرفها بلادنا. نعم. واخا تبارك الله شفنا الخير وشفنا الشتاء، والناس يعني على وسائل التواصل الاجتماعي كلشي بارطاجا بالفرحه ديالنا طبعا الفيديوهات والصور ديال الشلالات كيفاش عمرات الماء كيفاش عاوتاني كيسيل، فمازال ما خرجناش من الازمه.